استفدنا جامد تمام. من البطولة، احنا معانا ست يلا أندية على كمل أعلى كمل. مستوى، على الأقل استفدنا معنويا واحنا داخلين على الدوري. اللعبة تاخد يعني أخدنا روح البطولة، وإن شاء الله دي بداية للدوري الممتاز بإذن الله للجهاز واللعيبة. الحمد لله دي بداية قوية لنا، ومعنا جهاز فني محترم، معنا لعيبة محترمين، والحمد لله الفوز النهارده. ان شاء الله في الدوري نعمل حاجه كويسه، ان شاء الله تفرح الناس كلها باذن الله. اللعبة كلها حاولت ان احنا نقدم حاجه النهارده للنادي، واحنا ان شاء الله يعني بنبني الفرقه السنه دي على ان احنا مثلا نعوض السنه اللي فاتت ونسعد الجمهور، وان شاء الله السنه دي تبقى تكمله السنه اللي فاتت وتبقى سنه الصعود باذن الله ان شاء الله. اي فرقه جت في الدوره الحمد لله استفادت، دمياط شربين كله يعني، المنصوره بصراحه يعني عملنا، والزرقاء يعني كانت فرقه حلوه، فرقه استفادت كتير من وجودها في الدوره، وشربين ادت مباراه كويسه جدا في النهائي، عملت مباراه كويسه مع فريق كبير زي دمياط. يعني دمياط فرقه من الفرق اللي هي لعبت في الدوري الممتاز، وبنتمنى لها كل خير طبعا. الحمد لله عملنا فتره اعداد كويسه وتجنبنا الاصابات الحمد لله، بس طبعا الاصابات اللي تمت اثناء الماتش، وان شاء الله باذن الله بدايه قويه من كابتن المقص والجهاز الفني كابتن محمد سلام. ان شاء الله باذن الله هناخد دوري الممتاز بكل قوه باذن الله، وهنعمل حاجه باذن الله. الحقيقه احنا دخلنا دوره شربين يعني بوقت قليل قوي، يعني مش مكتملين فنيا ولا بدنيا، احنا بادئين متاخر جدا، بادئين 3/8، الناس كلها معظم الفرق بادئه في اول 7 على الاقل بعد العيد الصغير. لكن يعني دوره شربين دوره معنويه، ليها حافز معنوي كبير قوي، خاصه انه نادي دمياط السنه اللي فاتت دخل دوره شربين ودوره الزرقاء وما حصلش على المركز الاول. النهارده انا يعني اقل فنيا وبدنيا، والحمد لله كسبت الثلاث ماتشات في البطوله، فده دافع معنوي كويس. انا بقول للناس يعني اصبروا، احنا جايين، احنا لسه ما وقفناش على رجلينا كويس، مش هنقعد نقول يا جماعه نقعد نبرر، احنا بنكسب والناس مش راضيه، بنخسر الناس مش راضيه، طب نعمل ايه؟ خلي ادائي كويس النهارده وانا خسرت، الناس كانت هتبقى راضيه. المهم الثلاثة بونت، الاهلي امبارح ما اداش الاداء بس المهم الثلاثة بونت، الزمالك مش يعني برضه المهم في النهاية وانت بطل تجمع الثلاثة بونت بتوعك. دي رسالة كابتن ابو العينين بتوجهها لجماهير دمياط اللي انا شايفه كده. احنا عايزين نشتغل في هدوء مش تحت ضغط، احنا مضغوطين. جمهور مشي ده، مش عارف مين مشي ده، هدى، لا مش هينفع، اسلوب في مدير فني بيشتغل وفي جهاز فني وانا مسند ليا المهمه، مش هينفع حد يملي عليا كلام ولا يشتم من بره ولا الكلام ده كله، مش معقول يعني. وبعدين احنا يعني الحمد لله اي مكان اشتغلت فيه انا نجحت فيه، ما تصبروا يا جماعه علينا شويه، اصبروا، الناس جاهزه عننا، فرقه شربين جاهزه عننا، واقفه على رجليها عننا، بادئه بدري شهر عننا، لازم تكون احسن مني النهارده. انا اللي عايز اقول لك مبروك النهارده الفوز بالدوره الوديه الثانيه على التوالي باسم هاني ابو ريبه، اقول لك مبروك. الله يبارك فيكم وشكرا على الاستضافه ديت. النهارده الحمد لله بطوله كويسه بتتعمل قدام، وعندنا ماتش يوم 23 من غزل المحله، وجو كويس والحمد لله على كده. الحمد لله شوف دمياط السنه دي زي الموسم الماضي، كانت طبعا طبق قوسين او ادنى انها تصعد. احنا معانا السنه دي مجموعه كلها دور ممتاز، كلنا دور ممتاز السنه دي، وان شاء الله ما بنلعبش غير على الصعود ان شاء الله، وهنصعد ان شاء الله ان شاء الله. بتنافس تكتيك كابتن ابو العينين؟ اه طبعا، احنا كلنا كابتن ابو العينين معودنا على التحضير من تحت ولعب كله كوره، ما فيش حاجه عاليه ولا كده، وزي ما انت شفت النهارده الحمد لله. كابتن ابو العينين طبعا نقول لك مبروك النهارده نهائي الدوره الوديه اللي فزتوا بيها نادي دمياط على شربين في النهائي، نقول لك مبروك. الله يبارك فيكم وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى موسم سعيد ان شاء الله علينا كلنا باذن الله. تقول ايه بقى النهارده على الدوره واليوم النهارده الاحتفاليه الرائعه، وتقول ايه على نادي دمياط؟ اولا نادي دمياط نادي كبير، الصعوبه عندي في الشغل انه احنا جايين بعد موسم نادي دمياط كان بينافس فيه للصعود للدوري الممتاز، وكان مادي اداء كويس جدا السنه اللي فاتت. اعتقد ان احنا اخذنا بطوله معنويه بثلاثه مكسب في نص حالتنا البدنيه والفنيه. احنا بادئين متاخر،
عن الفرق كلها. الفرق كلها بادئه من شهر 6 وشهر 7، انا بادئ في شهر 8. النهارده ما اكتملتش فورمتي البدنيه، رغم كده الحمد لله احنا حصلنا على البطوله بثلاثه مكسب النهارده، حافز معنوي كويس. اتمنى ان الناس تهدى علينا شويه، لان احنا يا جماعه احنا لسه مش واقفين على رجلينا بدنيا، لازم تدين العذر لان احنا بادئين متاخر. لسه مفيش تجانس، الفرقه تعتبر كلها 90% منها لعيبه جديده، مفيش تجانس لسه. اما تشيل من هنا تحط من هنا وتظبط المراكز ويحصل الفه والتجانس بين اللعيبه هتلاقي الشكل اختلف. لما تقف على رجليك بدنيا وفنيا هتلاقي الشكل اختلف. انتوا مستعجلين على ايه؟ الموسم الماضي كانوا سبق سنة اوعدنا على الصعود، ف احنا ماشي، بس اديني فرصتي ووقتي كمدرب. انا مش ساحر، مش هشتغل 40 يوم اعمل اداء ومكسب. انا كسبت النهارده بطوله معنويه السنه اللي فاتت في دورتين الزرقاء وشربين، ما حققتش فيهم مركز. النهارده انا باخد بطوله.